المهم الخوش نحاول هذا الفيديو ما يجيش في الكوبيراج، ولا جا في الكوبيراج غادي يكون خامس فيديو على التو اللي غادي يجي في الكوبيراج. جا في الكوبيراج ما عندنا ما ندير. المهم الخوش كنا مسركلين بحال هكا في اليوتيوب، تلقينا ان رغدة بين قوسين مخدة الفكاهة زعما ليها تراك، وهداك التراك طالع هو الاول في الطونوز. المهم ما علينا ندخلوا للتراك. يا جماعه وصلنا المليون. كاش رغدة وتش ماما الخوش بلا ما نكملوا بحال هكا، ليست قدار بينا بالكوبيرايش، وانا عارف غادي يضربوني بالكوبيرايش. بلا ما نكملوا بينا التراك خارة على خارة. المشكله ماشي هنا، ناضج بنت ساشي قالت لك لا حقه والواد هاد حقه والواد لا جناد يلا نولي نديرها في الفيديو واش كنبان بعقلي. ناضج قالت لك لا الانستري اللي كاين في التراك ديال المخده ديالي انا اللي حشو 3 شهور هادي، نخليكم مع التراك ديال بنت ساشي. المهم الخوش بلا ما نكملوا التراك، ليست قدار بينا بالكوبيرايت، والتراك هو خارة على خارة، ولكن اي اللي بنت بلادنا نقول لكم التراك فيه شي لعيبات ناضين. والمشكلة ان اي اللي كتقول لك الانستري ديالي ورغدة شي كتقول لك الانستري ديالي، والمشكلة الانستري ما ديال حتى واحدة فيهم. المهم الخوش كما قلت لكم ان الانستري ما ديال حتى شي وحده فيهم، الانستري لها واحد شين في اليوتيوب والانستري جامع جوج المليون ونص ديال المشاهده، هي ان انا نقدر ناخذو غدا نخدم عليه ونلوح لكم تراك حتى واحد ما يقول لي ديالي حتى الانستري لا يحرقناش فابور. والمشكله ماشي هنا عاوتاني، هي ان الي لاحظت واحد التصاور قالت لي ما هي الكونترا ديال الانستري، ان الانستري شاريها ب 70 دولار. حاجه وحده غادي نقولها لك، الا كنتي شريتي هاد الانستري ب 70 دولار فراهم خوروك ونصبوا عليك، لان الانستري من 9 شهور هادي في اليوتيوب. مو مرخوش خلاصة القول ان الراب ماشي ديال الدريات، ببساطة هو انستري فابور في اليوتيوب ونوضع عليه حالة. مو مرخوش هنا يكون سهل الفيديو، بيكس عليكم.